في كتير ناس، في كتير ناس بحببوكي ببلد، في كتير ناس بحببوكي ببلد هو مش بلدك بس بتشعر انه عن جد هو بلدك. طبعا مثلك حببتينا بمصر، مثل صفية العمري لما كنت معها بمسرحية حقوق الإنسان، السيدة العظيم الممثلة اللي بموت فيها، شفت إنسانيا هالفنانة العظيمة، شو هالتواضع، شو هالمحبة اللي بتعطيها للآخرين. دعينا على قطر لمسرحية هي لكيري كندي بنت خيو لرئيس جون كندي، دعينا لمسرحية حقوق الإنسان كانت برعاية الشيخة الثاني، لحتى كان في من كل أقطار العالم العربي ممثلين وفنانين، كان في السيدة سعادة عبد الله، كان في من الكويت، نعم من الكويت، جمال سليمان، كارمن لبوس غسان من جدو، كان في رغدة، كان في جمال، كان في لطفي بوشناق، كان في خالد الشيخ، كان في جمال سليمان، طبعا يعني كلهم مع حفظ الألقاب وكلهم أحلى ممثلين بالدنيا وكلهم أساتذة، وبعتذر إذا نسيت حدا. كانت الشيخة مياسة يلي عاملة المسرحية، وكان في ألفة ومحبة، وكانت الست صفية لفتتني بشغلة، كل شيء بتقول له إيه، ما بتعارض على شيء طبعا، وبالسفر ومع لما بيكونوا جروب إذا حدا بيعترض بيكون نكد وسئيل، وهي ما كان في أهنى منها رغم احترافها ورغم تاريخها الفني اللي بجنن، كانت حنونة عن جد. صفية بالتحديد أنت لقطتي الصفة الأساسية اللي فيها، حنونة جدا ورقيقة جدا، صحيح، وأنغام 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 يلي هي قريبة من القلب وما بتقرب صوب حدا وما عندها عقد نفسي الحمد لله، كمان بتحببك بمصر يا حبيبة قلبي. الأستاذ طارق عاكف يلي تعاملت معه من سنة 97 لتاريخ اليوم بأحلى الأغاني وزع لي إياها، كمان بحببك بمصر. يعني لابد أن يكون الإنسان سفير بلده حتى لو ما كانش فنان، لأنه مثل ما البنت بتمثل والدتها لما بتتزوج أو بيئتها أو بيتها أو محيطها، كمان الفنان بيمثل بلده. صحيح. الأوبريت بقى اللي عملتوه ده هو مش أوبريت، هي مسرحية. لا مسرحية، كنا بالفصحى عم نلقيها. كنت بتمثلي يا نجمة؟ يعني شفتي بقى، شاعرة وممثلة من ورا ظهرنا يعني. ألو، هلا رح أطلع. ألو ألو ألو، السفيرة الجميلة صفية العمري، هذه ألو الجميلة سفسوفة. صفية وحشتين حبيبة قلبك، كل عيد وانت بخير. من بعد الكلام اللي قالته عليا نجوى دي والله العظيم انا فعلا ببكي من شعورها الحلو ده وجملتها الجميلة. ومهما اقول عن نجوى يعني عايزه اقول دي قصيده من صنع ربنا. الله، دي جميله المعشر، جميله الصوت، جميله الجمال كله متجسم في الست دي. يعني مش قادره اقول لك قد ايه هي ست جميله. يعني مش عارفه، انا مسهله جدا لانه قالت عليا كلام يمكن انا ما استاهلوش. لا اوعى تقولي هيدا الكلام صافي، بعدين بصير بخبره شو كنا عم نوشوش بعضنا بالسهره. انا عايزه اعرف يا صفية. كنا اشقية شوي، كنا اشقية شوية شوية. شو ما احلاكي، شو ما احلاكي مع كل الاجيال، شو ما احلاكي بتواضعك، شو ما احلاكي باخلاقك، شو ما احلاكي بهناوتك، الله يبعتك لكل محب. وقتي التلفزيوني صافي، في فرق يا نجوى ربنا يخليك ما تقسيش عليا في المجاملات دي، لان انا فعلا بتعذب بالمجاملات الحلوه دي. انا مش عم جاملك، انا فعلا بتعذب قوي، انا مش عم جاملك بالمجاملات الحلوه دي. ما استاهلش ده كله والله يا نجوى. يعني انت بتعرفي اني انا حبيتك من كل قلبي، وانا عم بعطي صوره عن كل انسان بيكون سفير لبلده، وانت واحده منهم. وهي سفيرة جميلة وفعلا حقيقة، وسفيرة للإنسانية أيضا حقيقة. صفية أنا سمعت أن أنت كنت بتمثلي، وأنا أعرف أن أنت بتمثلي بس ما أعرفش أنك بتغني، لكن نجوى أول مرة أعرف أنها مثلت في المسرحية. مثلت بجد؟
لا ده انا اقول لك بقى سر فعلا فعلا دكتوره هاله. نجوى مفاجاه مفاجاه لاي حد ما يعرفهاش. نجوى ممثله عظيمه حساسه، يعني مكسب لاي مخرج لاي منتج. دي قنبله لو حد اكتشفها والله. هيدا اعلان، مش هلا عم تعملي اعلان. لا انت مش محتاجه اعلانات، هي مش فاضيه توافق. يبقى احنا دلوقتي لازم يعني نزنقها بالمصري كده، نزنقها في كورنر ولازم ناخد منها موافقه حالا انها تمثل لنا اول فيلم. الله يخليكي يا هلا ولا. في قناه روتانا 5 نجوم. لما انا رئيس مجلس اداره انا هتمثلي برضه؟ هتعملي لي واسطه مع حالي؟ ايوه عايزينك تمثلي. انا عايزه القناه كده تشعشع. يلا نعمل نشعشع فيكم. وهتمثلي مع صفيه كمان؟ اكيد اكيد، هيدا الي الشرف. انا صفيه بنتمنى ولي الشرف بالانسانه العظيمه الجميله دي. والله انا يعني حبيتها في الله، اخت صديقه جميله جميله المعشر. والله يا هاله وانت شفت ايه، هي انسانه رقيقه وفنانه وفيها كل المواصفات اللي كل الدنيا تحبها. صفيه انا وحشتينا جدا، وان شاء الله هنشوفك معانا باذن الله في 5 نجوم، وهنفوتها على برنامج ثقافي سينمائي تكون هي المشرفه عليه. هي المشرفه على خلص. كل الثقافه السينمائيه. ونراكي على خير باذن الله يا صفصوفه، وكل سنه وانت طيبه ووحشتيني. شكرا على اتصالك. بدي اقول لك انه كارمن لبوس كمان خلتني ابكي هي عم بتمثل. هزتني، انا اول مره بشوف كارمن شخصي هزتني كثير. قلت لها لك انت وين مخبيه؟ قالت لي كيف انا مخبيه؟ ما انا ممثله قد الدنيا. قلت لها بعرف ممثله قد الدنيا اللي جاي تعلميني. بس انا اول مره على المسرح، وانا كنت غسان بن جده وانا كنا السلطه بالمسرحيه، وهن كانوا المظلومين لانه الموضوع كان بيحكي عن حقوق الانسان. وطبعا السلطه فيها ظلم. نحن كنا ظالمين وكنا منمزح ومش اخذين الموضوع بعين الاعتبار، لانه مش فارقه معنا، نحن معبيين جيابنا كسلطه وهن اللي بيتعذبوا. بس انا خلتني ابكي وخلتني ما ادري شو يصير بصوتي انا عم بحكي عن جد. انا هنيه من كل قلبي، وكمان اكيد كلهم يعني فيهم البركه والخير والبركه، بس انا حقيقه هيدا اللي حسيته بمفاجاتي بكارمن. وكان التمثيل باللغه العربيه الفصحى؟ فصحى، نعم. وسعاد العبد الله صديقه بتعقد. سعاد العبد الله يعني انا وياها والست صفيه كمان عملنا مافيا ثلاثي. ثلاثي قوي جدا يعني، تعجبك في حيال ومقالب ويعني حسسوني انه انا بعرفهم من زمان. كمان كنت بلتقيها من اول مره. قوه ثلاثيه. اللي كان كثير قابض الموضوع جد الاستاذ جمال سليمان. اول يوم هيك بعيط، ممنوع تكون المواعيد الا الساعه 6، يعني الساعه 6 نحن جايين، نحن مسؤولين. ومعه حق طبعا. بس كان اخذ الموضوع جد بشكل. انا قلت رحنا مسؤول. ليه؟ لانه انا بالمره يعني بالتمثيل هو ولا شافنا، كان بعد عملنا ولا بروفا ولا شيء. بس الحمد لله زمطنا. التمثيل على الاجنده بقى عندنا. شو عند انت نجوى نمثل سينما ومصر؟ يعني انا مش كثير ممثل، يعني مش مثل المطرب الممثل الرائعه شاديه عندكم. ومين هي كانت تملك الصوت والتمثيل؟ انت جربتي والصبوحه طبيعي. حبيبة قلبي اللي كانت يعني محتلة السينما. انت حكمتي ازاي؟ الوقت صفية قالت ان انت كنت مفاجأة. قالت ان انت كنت مفاجأة وموهبة. ايش عرفت بقى اليوم بالجرايد؟ لا ده انه كان مفاجأة المسرحية انه نجوى كرم انه كممثلة يعني. طبعا انت فاكرة ان انا مش هقول لك كتبوا ايه؟ من سنة ال 1989 التقينا مع السيدة إيناس الدغيدي. وكان بدها اياني مثل فيلم مع الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه. الله ده كان عندي حلم. جميل. كان عندي حلم إني أشوف هالإنسان. كان عندي مهرجان في مصر لأول مرة بليالي التلفزيون. وكنت قلت إنه نجوى كرم كثير بتغني اللبناني وما شقتش باب كثير منيح على مصر. فلازم يكون عندي مفتاح فوت فيه على هالشعب الطيب يعني واللي بحب كل الناس. أحمد زكي ده أقوى مفتاح في الدنيا. لقيته قاعد بأول صف. والله؟ إي والله. كان لابس بدلة بيضاء وهو أسمر. وأنا بيعجبني تمثيله كثير ومعجبة يعني معجبة بشخصيته.
بسطت كثير. بعد منها ثاني يوم اجت مدام ايناس وعرضت علي فيلم كنت انا احكي فيه باللهجه اللبنانيه، والاستاذ احمد زكي كان على اساس انه بيكون هو مصري بيتعرف علي وبنتعرف على بعض. بس دي فكره جميله، كانت كثير حلوه بس ما كانتش للاسف يعني ما زال لازم. الله يرحمه احمد، الله يرحمه. واحنا هنفضل نتذكره، لكن لازم نشوفك على الشاشه الفضيه ان شاء الله. وانت قلتي شاديه، والست شاديه العظيمه اللي بقول لها كل سنه وهي طيبه وهي في قلبنا وجداننا، وست صباح الجميله اللي زرعت لبنان في قلوبنا، وكل سنه وهي طيبه، فليه ما تكونش ست نجوى برضه؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا لقينا فيلم بيترك بصمه اكيد ان شاء الله، بس في روتانا في قناتنا طبعا. تبعنا. معقول نغرد خارج سربنا يعني؟ الله. ولا جريدة الرأي القطرية كتبت عن الأوبريت وقالت: قوبل العرض في ختامه بتصفيق شديد للفنانين الذين برعوا في أدوارهم رغم قصر مدة البروفات يومين بس، بل تم اكتشاف قدرات تمثيلية جديدة لا سيما المطربة نجوى كرم. شفتي يعني مش أنا التي اجتمعت عليها كل الأصوات التي قلبت العالم لتكتشف موهبتها التمثيلية المتميزة. الحمد لله. تعي الحمد لله. يعني خلاص شو بدك تسمعينا هلا هلا؟ مش عندك شو هالحكي؟ سمعنا شي مايسترو؟ شو هالحكي؟ يلا شو بدك؟ عندنا بريك مش اسمر ولا نسمع بريك ونرجع بقى نسمع ونحكي ونقول شو هالحكي.